مساء الخير. بموسم الفوتبول والربح والخسارة والحماس والإثارة بيقدر الحكم يعطي أي لعيب بالملعب بطاقة حمراء ويظهره من اللعبة، وبسوبر ستار أنتو الحكم، والليلة رح تعطوا بطاقة حمراء لواحد من المشتركين ويظهر برا البرنامج. البطاقة الحمراء اللي ياخدها المشترك مش عشان عمل فاول أو ضرب صاحبه أو شتم الحكم، إنما عشان ما جالوش تصويت كفاية فمش هيكمل معانا بلعبة سوبر ستار. المشتركين غنوا بالحلقة الماضية بوجود ضيفتنا الفنانة رويدة عطية، خلونا نتذكر سوا كيف كان أدائهم. مشاهدينا نحن رجعنا مباشرة على الهواء، وبذكركم انه فيكم تتابعوا حلقتنا مباشرة كمان عبر إذاعة الشرق على الموجتين 88.3 و88.7 FM. دلوقتي معاد النتائج، هنطلب من مساعد الحكم الكوتش الكابتن سامي يدينا النتائج. فين الكوتش؟ يا اهلا بسامي. سامي انت مع المانيا ولا مع ايطاليا؟ لا وضح، انت لابس حاجات كتير جدا. في غلط يا وائل، في كاسكيت المانيا وتيشيرت ايطاليا. مش مهم، المهم جيلنا النتيجه كل اسبوع من سامي شخصيا. الليلة ما في أربع مشتركين رح بيكونوا بمنطقة الخطر. في ثلاث مشتركين رح بيكونوا بمنطقة الخطر. عيدا روس، بالحلقة أنت ما غنيت منيح، ومش بس ما غنيت منيح، يمكن كمان ما كنت حافظ الكلمات مظبوط. الجمهور يمكن ما بيهمه هيدا الشيء، ويمكن بهمه كثير، وخاصة إذا ما كنت محضر كفاية. أنت بخطر الليلة عيدروس. مراد، أنت لغاية دلوقتي ولا مرة واقف هنا معانا في منطقة الخطر. الحمد لله. بس أنت عارف إنه كل حاجة في الحياة وليها أول مرة. أكيد. مراد، لأول مرة أنت مش في أمان يا مراد. تعال معنا في منطقة الخطر. مراد أنا بهرج معاك، ارجع أنت في أمان وهنشوفك الأسبوع اللي جاي. مبروك مراد. هلا بدها مبروك عن جد. أسمع، بالحلقة غنيتي بإحساس كتير حلو أغنية حبك وجع، غنيتي بقلب مغرم مثل ما بيقولوا. هالمرة الجمهور هو اللي حبك وصوت لك، انت بأمان. إلي، صوتك حلو جدا، بس الكاريزما اللي عندك يمكن تكون سابقة صوتك شوية. تفتكر هيبقى عندك فرصة انك توري للناس ان صوتك اقوى من الكاريزما اللي عندك؟ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بقدر افرجي صوتي. للأسف يا إلي، إن شاء الله بإذن الله هتوريهم، لأنك الأسبوع الجاي معانا أنت في أمان. مبروك حسام. أول شيء سلامتك. الله يسلمك. عرفنا أنه أنت شوي مريض، إن شاء الله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. غنيت أغنية ليل ورعد بالحلقة، أنا حبيتها كثير، بس يمكن اللجنة كانت مش موافقتنا الرأي وما حبت الأغنية. كنت بتمنى انه الجمهور يتاثر برايي انا مش براي اللجنه، بس للاسف انت بخطر الليله. ديانا، شفناكي يوم الجمعه اللي فاتت على سوبر ستار اكسترا مش على وفاق مع المشتركات، كنتوا بتتخانقوا مع بعض. مش عارف اقول لك اذا كان الموضوع ده اثر على التصويت بتاع الجمهور. للأسف يا ديانا، أنا بتأسف على الخناقة اللي حصلت دي، بس الجمهور صوت لك وأنت في أمان، هنشوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي. الحمد لله. بعد في معنا دنيا عبد المجيد. دنيا الأسبوع الماضي كنت بخطر، بس أميمة هي يلي خرجت من البرنامج. أنت كثير زعلت عليها لأنه كانت صاحبتك يمكن أكثر وحدة قريبة منك. نعم. عبد المجيد، انت دائما بالبرنامج بتحسسنا انه خايف، وعلى طول معك العلم السعودي، انه انت ظاهر ورح تحمل العلم معك. شو قولك؟ اليوم نسيته. نسيت العلم. عشان كده هخرج اليوم. يمكن ليله تكون دنيا
هي اللي بأمان وانت اللي بخطر. تفضل. شكرا. عيدروس عليك، عايز اعرف منك ايه الحاجه اللي هتشتاق لها اذا خرجت النهارده من البرنامج؟ حاجه واحده بس هتشتاق لها جدا جدا. انا طبعا راح اشتاق لحاجات كتير كتير. حاجه واحده عايز اعرفها، اول حاجه تيجي على بالك؟ لمة الاصحاب اللي انت شايفينها ووقفة المسرح. بتقولوا كده في الاكسترا بتقطعوا بعض؟ لا انا ما بقطع لحد. ان شاء الله يا عيدروس هنشوف بعد شوية النتيجة اكيد. حسام، شو الغنية يلي كنت تحب تغنيها بالحلقات وبعد ما غنيتها لهلا؟ اكثر غنية بتحبها؟ جد في كثير اغاني بحلم اني غنيها بس بعد ما في وقت، بس شو اكثر اغنية؟ يا ابو الزلف. يا ابو الزلف. ان شاء الله يا حسام تغنيها الاحد ان شاء الله. عم جيد، هلا. اذا خرجت من البرنامج النهارده وكانت دي اخر وقفه ليك على المسرح، ايه اللي ناوي تعمله بعد البرنامج؟ خطط لايه؟ فكرت قبل كده ايه اللي هتعمله؟ لا ما خططت، بس ان شاء الله واحد يكمل حياته وهذه هتكون بدايه مش نهايه. يعني انتوا هنا بتساعدونا ان احنا نبدا، مش بتساعدونا ان احنا ننتهي. فهذا هيكون ان شاء الله تكمله. مظبوط يا عبد المجيد، هيدا البدايه. في ثلاث مشتركين بخطر، اكيد في واحد منكم بالنهايه رح بيكون برا البرنامج الليله. عبد المجيد. نعم. مبروك، انت بامان هلا. تفضل. ما احتجت للعلم الليله، ان شاء الله ما بتحتاجه ابدا يا عبد المجيد. بقى معنا حسام وتبقى معنا عيدروس. انتوا الاثنين اللجنه ما كانتش مبسوطه ابدا من غناكم. حتى انتوا نفسكم عارفين الموضوع ده وكنتوا متضايقين جدا من غناكم. صح ولا لا؟ وانتوا الاثنين حاسين انكم كنتوا هتقفوا على الوقفه دي معنا على المسرح. بس في واحد بس اللي هيخرج من البرنامج ومش هيكمل مشواره معنا. عيدروس. حسام انت اللي هتغادرنا النهارده. للاسف مش هتكمل معنا في البرنامج. خلونا مع بعض نفتكر اجمل لحظات حسام في البرنامج. خسرت بس عن جد كثير مبسوط اني تعرفت على اشخاص بتعقد والله وعشنا عيشه كثير حلوه بالاوتيل. صوتك كثير مميز، يعني كثير مميز، يعني معروف كثير بين كل المشتركين انه هيدا حسام. انا فالي من البرنامج بس مخلي بصمه كثير حلوه والعالم رددتها من وراي. يقبرني الله. يقبرني ربك. يقبرني الله. اول ما طلعت على المسرح الكبير اللايف كنت كثير مبسوط والعالم الحمد لله تفاعلت معي. وبسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي انا قلبي وانا نار. حسام. شكرا. سوبر ستار علمني اني شخص ما ييأس من طلب العودة سهر الليالي، بده يتعب الشخص حتى يوصل، نحن تعبنا ووصلنا الحمد لله. حاسة ان انت أول مرة تقف على الستيج، أنت ابن مسرح. شكرا. انطروني بشي جديد حاعمله. يلا باي ويقبرني الله. عن جد يا حسام انت كنت كثير مميز بالبرنامج، بس هيدا اللعبه وهيدا القوانين. شو اخر كلمه بتحب تقولها للجمهور ولاصحابك ولكل العالم اللي صوت لك؟ اول شيء بشكر كل اللي صوتوا لي عن جد للي وصلوني للمرحله، كنت احلم وافد على مسرح كبير يعني. بدي اشتاق ل حبيبات قلبي كلهم سوا يعني، ومنيح ما تسلموا علي بعديكم. لا مثل ما قال عبد المجيد انه البرنامج هو بداية صح، فكرت بداية انا، لا البرنامج هو صح بداية مثل ما قال يوم نكد يوم خميس، بس هو بالعكس بيدفعنا للاحلى واحلى، فعن جد انطروني بتشوفوا شو موفق يا حسام، تستاهل. اكيد بداية ان شاء الله باذن الله.
طبعا حسام زي ما انتم شايفين هو اللي اخذ البطاقه الحمراء في البرنامج الليله، بس ان شاء الله يكمل مشواره بره البرنامج وتتفتح له ابواب ثانيه. ما تنسوش ميعادنا يوم الاحد اللي جاي بحلقه جديده مع ضيفنا بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل، برنامج سوبر ستار.